امام مسعد ما لحقهاش، مصطفى طلعت بيلعبها يمينيه، حسن عبد ربه بيستقبلها وبيلعبها كده هجمه مرتده الشريعه، حسن عبد ربه تمريره حراريه من حسن عبد ربه في اتجاه عمرو السليه، وضربه جزاء، ضربه جزاء للنادي الاسماعيلي، ضربه جزاء للنادي الاسماعيلي، وسط اعتراض، وسط اعتراض كده لعين وادي دجله، ضربه جزاء اخيرا حمد شعبان حكم اللقاء، يمكن استيقظ من اخطائه، يمكن دي تاني ضربه جزاء للاسماعيلي، حمد شعبان لم يحتسب ضربه الجزاء الاولى كانت في الدقيقه ال20 واحتكم واحتسب ضربه الجزاء اللي ارتكبها كده مدافع وادي دجله مع كره كان عملها عمرو السريع، هو اللي عمل ضربه جزاء، حسن عبد ربه هيتصدر ضربه الجزاء، حسن عبد ربه و حسن عبد ربه وهيثم محمد وجها لوجه، وضربه الجزاء ان شاء الله الهدف الاول للاسماعيلي، ادي حسن عبد ربه وهيثم محمد والهدف الاول للنادي الاسماعيلي، هدف جميل جدا جدا. اذا الهدف الاول للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 23 من احداث الشوط الاول من لقاء الاسماعيلي ودجله، هدف الاول احرزه حسن عبد ربه من ضربه جزاء، يمكن تالق كم تمريره كده من حسن عبد ربه كده، ويليام بن شح شتتها كده لعبها اماميه طوليه في منتصف الميدان عند عاشور الطقي، والهجمه المرتده السريعه الكونتر اتاك لوالد دجله مصطفى شمامه، والتصويبه القويه للاسف هو الهدف التعادل للاعب عاشور الطقي مصطفى شمامه، الهدف التعادل مين باذن الله نحقق نتيجه جيده ان شاء الله على والد باذن الله ان شاء الله، الاسماعيلي ما زال بيضغط والاسماعيلي ما زال هو الافضل حتى الان وهو الاقرب للفوز ان شاء الله. ادي المحاولات من والد دجله، احمد محمد يحيى هدف التقدم، محمد يحيى وهدف التقدم للاسماعيلي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، يعني وائل عبد الفتاح يحرز هدف التقدم على نادي الاسماعيلي، يعني خطا دفاعي اذا وائل عبد الفتاح يحرز الهدف الثاني